مساء النور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البداية مع كلاسيكو غودون بين النادي الافريقي والنجم الساحلي، مع ماضي ساعتين في رادس لحساب الجولة الثانية اياب من البطولة. زوز فرق كاملوا تحضيراتهم للمقابلة هذه. النادي الافريقي غيب عليه الحارس معز حسن بسبب عقوبة الانذارات، حمزة العقربي، نبيل العمارة بسبب الإصابة، مقابل عودة رودريك كوسي اللي استوفى عقوبة الانذارات. والنجم الساحلي يغيب عليه كل من عبد الرزاق بوزرة، صالح الغدامسي، جاك مبي ومالك بعيو بسبب الإصابة. نهار حد كلاسيكو آخر من البطولة لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى، مع ماضي ساعتين في المهيري. النادي الصفاقسي واجه ترجي، زوز فرق استرجعوا لاعبين ومصابين. النادي الصفاقسي يرجع له الحارس أيمن دحمان وثنائي الهجوم أيمن الحرزي وفراس شوات، وترجي استرجع كل من عبد القادر بدران وبن حمودة، بالإضافة التوغاي ومشموم وإيولا اللي غابوا على مباراة الفريق ضد أمل حمام سوسة. تمارين النادي الصفاقسي اليوم شهدت حضور كبير من الجماهير اللي حملت اللاعبين مسؤولية الهزائم الأخيرة ورفعت شعارات كما خذلتم الجمهور يا من تلهثون وراء الأجور، ورزون عليكم الشعار اربح ولا شد الدار. هذا الشعارات اللي هجمت بهم لجماهير النادي الصفاقسي اليوم اللاعبين وحملتهم مسؤولية الهزائم الأخيرة. طه ياسين الخنيسي هداف اليوم مع فريق الكويت الكويتي اللي فاز في البطولة على القادسية بنتيجة 3-0. الخنيسي سجل هدف الأول لفريقه في دقيقة 37 وهو سابع أهدافه مع الكويت في 7 مباريات. قاد نعيم الاسليتي اليوم فريق الاتفاق السعودي لتحقيق أول انتصار ليه بعد 9 مقابلات دون انتصار. الاتفاق ربح اليوم الأهلي 1-0 بهدف حمل توقيع نعيم الاسليتي من دقيقة 19، هدف هو الرابع لنعيم الاسليتي في البطولة السعودية الموسم هذا. موقع هوسكورد المختص في الإحصائيات اختار مهاجم المنتخب بوسانتيتيان وهبي الخازري ضمن التشكيلة المثالية للبطولة الفرنسية في شهر فيفري. الخازري شارك في 3 مقابلات سجل فيهم 2 أهداف وكان هو قائد سانتيتيان. متوسط ميدان المنتخب وبروند في الدنمارك يانيس بن سليمان تم اختيار احسن لاعب شاب لشهر فيفري في البطولة الدنماركية. بن سليمان لعب 2 مقابلات مع فريقه بروند بي سجل فيهم هدف واعطى تمريرة حاسمة. نواصل مع اخبار محترفين في الخارج. ومدرب جديد للزمالك والثنائي التونسي سيف الجزيري وحمزه المثلوثي هو البرتغالي جوزوالدو فيريرا اللي سبق له تدريب الزمالك في 2015 وفاز معاه باللقب البطوله المصريه ولقب الكاس. اخبارنا الرياضيه ديما متواصله على السيت موزايكا فام.نت.